أشاد عدد من المواطنين بالخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ذلك في الوقت التي تولي الدولة فيه اهتماما كبيرا بملف الصحة. التفاصيل في سياق المحتوى التالي. الدنيا خدمة كويسة جدا جدا وكل حاجة متوفرة بالنسبة لنا. Hi everybody, my name is Sandy and as you see I've been having issues so I went to this hospital and I got a full checkup and I just want to say thank you for the people who worked there. They're very kind and this place is so clean and very pretty. So thank you to the people who worked here. وصلت المستشفى النهاردة الصبح وكان مفاجأة ليا حقيقة، إن لقيت كل حاجة حلوة، كل حاجة مظبوطة، كل حاجة زي ما تمنيتها إني أشوفها. أنا من أول ما جيت المستشفى والحمد لله خدمة قيمة، الدكاترة والممرضين على أكمل وجه، وبتاع رضا المنتفعين ما سابوناش لحظة، أي مشكلة بيلبوها لنا على طول.